كل سنة وحضراتكم طيبين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني أجمل التكبيرات اللي هنبدأ بإذن الله نقولها. الناس كلها بتقولها، تكبيرات في الصلاة في الجوامع، تكبيرات في البيوت، وأنا عارفة إنه المصريين كمان اللي صايمين واللي بيستعدوا لصوم عرفات بإذن الله. ونتمنى لكل حجاجنا المصريين اللي موجودين الأمن والسلام، ويرجعوا بألف خير، يرجعوا بالبهجة. العيد ليه بهجة على فكرة، فما تخلوش حد يفسد عليكم أبدا بهجة العيد مهما كانت، مهما حتى كانت حرارة الجو بتاع زميلنا مصطفى لما كان بيتحدث عن الجو ويقول حار حار حار. صحيح انه حار، بس انا اعتقد انه حرارة علاقتنا ولمتنا ولمت اهالينا ولمت العيد اجمل واقوى من اي جو او من اي حاجة. بحب قوي لما الناس بتبقى داخلة العيد كده والقلوب كلها فيها بهجة، خصوصا عيد الاضحى. الكل بيبقى بيتابع طبعا الحرم المكي والناس والوقوف على عرفات، وبنبقى في حالة كده جميلة وحلوة، وبنبقى طول الوقت الحقيقة عندنا حالة من الروحانيات الحلوة. فمتخليش حد يفسد عليك، وأنا أتمنى ان انتوا تاخدوها اجازه حتى من السوشيال ميديا، لانه كميه الحاجات اللي فيها سلبيات اطلعوا منها. خليكم بالايجابيات الحلوه، خليكم بالحاله الجميله، خليكم كده بالروحانيات اللي كلنا بنعيش بيها وبنبقى سعداء بيها. والحرم اهو يعني بجماله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك. يعني بجد الواحد بيبقى سعيد وبيبقى مبسوط، واحنا حتى بنتابع واحنا كمشاهدين بنبقى حاسين وكأننا كمان بنمارس نفس الطقوس، وبنبقى في كل البهجة. ان شاء الله تبقى لمتكم لمة العيلة بمنتهى البساطة، مهما كانت الظروف. اللمة ملهاش علاقة بالظروف، اللمة لمة قلوب، وان شاء الله تسعدوا ويبقى عيد جميل على حضراتكم. نبدأ أخبارنا شوية كده، نبدأ أخبار. طيب خلينا كده نتكلم ونقول إنه يعني في حالة كده من الجدل موجودة بالصور، بتقول الصور طبعا صور قطع الأشجار في حديقة الميريلاند في مصر الجديدة. وانتوا عارفين الميريلاند وجمالها والأشجار بتاعتها وجمالها، طبعا موجودة الميريلاند في منطقة مصر الجديدة. عشان كده وزارة البيئة أصدرت إيه؟ أصدرت بيان نفت فيه الواقع تماما. وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد وجهت بإرسال عدة لجان على مدار الشهر الماضي لمتابعة شكوى قطع الأشجار بحديقة الميريلاند، وأكدت على عدم وجود قطع لأي أشجار، وإن عمليات تقليم الأشجار متوقفة منذ فترة. يعني حتى مسألة تقليم الأشجار متوقفة منذ فترة. طب إيه الحكاية وإيه اللي بيحصل؟ خليني أروح للأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني عايزين نعرف ما حقيقة هذا الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قطع الأشجار في الميريلاند. الحقيقة زي ما حضرتك قلتي كده في البيان، يوم 17 مايو اللي فات كان في منشور على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي اتكلم عن حدوث قطع الاشجار بحديقه الميريلاند، واتكلم عن ان ده تمهيد لتحويلها الى انشطه مقاهي وكافيتريات. في نفس اليوم تم تشكيل لجنه من المختصين في وزاره البيئه، وتم اجراء معاينه على الطبيعه، وتبين عدم وجود قطع لاي اشجار داخل الحديقه. تمام؟ تمام. بعديها رجعت الصور تداولت تاني يوم 10/6، وبناء عليه تم إعادة المعاينة مرة أخرى من خلال اللجنة المعينة من وزارة البيئة، وتبين عدم وجود أي تغيير عن المعاينة السابقة، وتم التنسيق الكامل مع السيد مدير عام الحديقة والتجديد على عدم تنفيذ اي اعمال تقليم او تهذيب الا بالتنسيق الكامل مع حي مصر الجديده والهيئه العامه للمرافق وتجميل القاهره. ايه سبب الجدل؟ يعني حضرتك شايف ايه سبب الجدل ده؟ ليه تحديدا يعني ليه تحديدا حديقه الميريلاند؟ لان هي مشتهره جدا بالحدائق بتاعتها الجميله والاشجار، ايه سبب الجدل ده؟
بصي يا فندم، دلوقتي حديقة الميريلاند زي ما حضرتك بتقولي هي حديقة ليها خصوصية. تمام. ويمكن هي من أقدم الحدائق اللي موجودة في مصر. فعليا على الأرض لم يتم إزالة أي نوع من أنواع الأشجار. المنطقة اللي تم التصوير فيها كانت عبارة عن منطقة داخل الحديقة غير ممهدة، فيها أشجار ولكنها ليست الأرضية بتاعتها ليست ممهدة. يتم فيها الآن أعمال تطوير. أعمال التطوير دي تتضمن إنشاء مسطحات خضراء ومماشي عشان الناس تقدر إن هي مرتادي الحديقة يقدروا إن هم يدخلوا هذه المنطقة ويستفيدوا بيها. طيب خليك معايا يا استاذ محمد، يعني انا شايفه الصور اهي موجوده، حضرتك بتقول انه في منطقه موجوده جوه حديقه الميريلاند هي اللي عليها اعمال تطوير، ده صحيح؟ بالظبط. طيب هل الصور دي التقطت من المنطقه دي؟ الصور حضرتك تم اليوم من خلال فريق عمل وزاره البيئه توثيق كامل الحقيقه من بره ومن جوه ورفع الصور على صفحة مجلس الوزراء للتأكيد على أنه لم يتم إزالة أي أشجار من الحديقة. ولكن الأرض هنا واضح أنه مثلا ممكن تكون النجيلة بتتجهز بتتغير زي ما حضرتك بتقول. إقامة إنشاء مسطحات خضراء ومماشي عشان حضرتك الصور اللي هي اللي باينة، يمكن أنا مش الشاشة مش قدامي، ولكن الصور اللي فيها الارض اللي ما فيهاش نجيله، ايوه هي دي الصوره اللي موجوده على الشاشه دي. بيبتدي ان هو يكملوا المسطح الاخضر ويحطوا مماشي عشان الناس تقدر تمشي عليه وتوصل للمنطقه دي وتقدر تستفيد بيها. صحيح. طب ممكن اقول لحضرتك حاجه، يعني بما ان احنا نتحدث ايضا عن وزاره البيئه، هل لما يبقى في مثلا حاجات بحجم حديقه الميريلاند وفي اعمال تطوير، هل بيبقى موجود على الصفحه مثلا انه جاري في هذه الايام من الفتره من كذا لكذا اعمال تطوير كذا كذا، عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع الجدل، فيبقى في يعني شكل من اشكال البيان او شكل من اشكال انه في تطوير في هذه المناطق 1 2 3، هل ده موجود على الصفحة الصفحة الخاصة بالوزارة أو بحديقة الميريلاند أو ما شابه؟ بصي حضرتك دلوقتي أي نوع من أنواع التطوير بتتم في الحدائق العامة أو في المسطحات الخضراء دي بتتبع الجهة الإدارية المختصة والتي تشرف على إدارة هذه الحديقة، وبيتم التنسيق المباشر بين سواء الجهة سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة هي الجهة القائمة على إدارة هذه الحديقة، فيتم التنسيق الكامل بينها وبين الجهة الإدارية المختصة اللي بتبقى في بعض الأحيان الأحياء وبعض الأحيان هيئات النظافة والتجميل وبعض الأحيان بعض الحدائق التابعة لبعض الوزارات أو التابعة رأسا للمحافظات. فده بيتم أعمال التطوير بيتم التنسيق كامل بين الجهه القائمه على الاداره وجهه الولايه او الجهه الاداريه المختصه. اكيد. عمليات الاعلان عن اعمال التطوير دي بتتم بالتنسيق ما بين الجهه القائمه على الاداره والجهه الاداريه المختصه، وهم اللي بيبقوا مسؤولين عن عمليه نشر عمليات التطوير. أكيد. إحنا عموما يعني أعتقد إن إحنا ممكن نفكر بإنه يكون دايما في صور، دايما يكون في إنه هذه المناطق تحت التطوير تبقى موجودة على صفحة الوزارة، موجودة على صفحة حديقة الميريلاند أيا كان، بحيث ما يبقاش في نوع من أنواع الجدل وتبقى دي يعني شبه بيان أو شبه حقيقة تبقى موجودة، هيكون أفضل بكتير. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي. طيب خلينا نقول كمان انه كلام كتير بقى على السوشيال ميديا بخصوص يعني واضح موضوع الاشجار. طبعا الناس يعني وانتم عارفين دلوقتي السوشيال ميديا الناس بتلقط صور على طول، بيتكلموا على انه في قطع للاشجار بشكل كبير كمان في حديقه الحيوان. فطبعا خلينا نشوف يعني ما حقيقه هذا الجدل، يعني هل فعلا في يعني جدل في موضوع حديقه الحيوان كمان؟ حديقه الحيوان طبعا يعني تشتهر جدا باجمل الاشجار طويله العمر، لها تاريخ طويل. معايا الاستاذ احمد ابراهيم مستشار وزير الزراعه. مساء الخير استاذ احمد.
الخير استاذه شفقي وعليك وعلى كل مشاهديك الكرام. وانت بألف كل سنه وحضرتك طيب. طيب خلينا نعرف من حضرتك هذا الجدل اللي موجود على يعني قطع اشجار في حديقه الحيوان، لانه حديقه الحيوان كمان فيها كم من الاشجار النادره، اشجار قديمه، اشجار لها تاريخ طويل. استاذ شفقي، مجرد ما الصوره ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي، معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه والصلاح الاراضي تواصل بالفور على الشركه والتحالف المسؤول عن تطوير الحديقه، وايضا بالسيد رئيس هيئه الخدمات البيطريه التابعه له الحديقه، وانتقلوا على الفور وشافوا بنفسهم ان ما يحدث هو تهذيب وليس قتل الاشجار. كويس ان سيادتك عرض الصوره على الشاشه عشان أيوة توضح للمشاهد الكريم. الصوره على الشاشه، ودي يعني دي صوره من صور الحديقه. في ونش هو المعروف والمعتاد والمنطقي، بيقول ان احنا لما نيجي نقطع شجر بنقطعها من الجزء من الجذور من جذرها. صحيح. صحيح. وليس من شواشيها او من اطرافها يعني. فان لما هذا الونش تم يعني جلبه خصيصا من اجل تهذيب الاشجار وتجميلها وازاله والحفاظ عليها وازاله الافرع التلفه منها. الحديقه وهذا الونش شغال بقاله 6 شهور على فكره، مش شغال النهارده ولا امبارح، بقاله 6 شهور في هذه المهمه. في عندنا في حديقه الحيوان حوالي 3500 شجره نادره. احنا حريصين جدا اشد الحرص على مش بس الحفاظ عليها ولكن على تنميتها. يعني التحالف المسؤول عن تطوير الحديقه هو تحالف مصري خالص تقوده شركه الانتاج الحربي، الشركه الوطنيه المصريه، هو بيقوم بعمل كمان مركز للابحاث وزراعه الانسجه والاشجار، بحيث ان هو تحت اشراف مركز البحوث الزراعيه عندنا في الوزاره، بحيث ان هو كل الاشجار النادره الموجوده يتم يعني كويس كمان حضرتك عرضتي هذه الصوره. احنا عاملين قبل وبعد علشان الناس تبقى شايفه قبل التقليم. خلينا نقول هو تهذيب وتقليم مظبوط قبل وبعد. للحفاظ على الاشجار من العطب وصيانتها. كنت عايز ارجع لموضوع ان احنا بنعمل المركز اللي بيتعمل دلوقتي هو لل من اجل يعني استنساخ او الاشجار النادره اللي موجوده والحفاظ عليها من الانقراض. صحيح. لان احنا عندنا اشجار نادره طبعا مش داخل الحديقه هي اساسا تتعوض سواء في الاورمان او في الحيوان يعني كمان. طيب السؤال الثاني برضو اللي لسه كنت بساله ايضا لموضوع حديقه الميريلاند، هل هذه الصور موجوده على الوزاره، موجوده على صفحه خاصه بحديقه الحيوان، موجوده انه في تطوير قبل وبعد؟ يعني هل ده موجود؟ لان ده لما يبقى موجود ويبقى موجود على صفحات رسميه سواء للحديقه سواء لوزاره الزراعه هيبقى برضو يسكت اي جدل. انت عندك حق كنوع من الوقايه او المبادره قبل ايه يعني مش كرد فعلي. مظبوط. عند حضرتك حق في ذلك تماما. هو احنا بس عشان موضوع حديقه الحيوان هم حاليا مغلقه هي والاورمان وهم تحت التطوير ويتم تطويرهم على اعلى مستوى حاليا، وان شاء الله في هتشوفوا مفاجاه، هتشوفوا حاجه تليق بالمواطن المصري، لان احنا التحالف اللي موجود بيستعين بافضل خبراء في العالم. اكيد. وعلشان كده انا بقول لحضرتك المجهود الكبير المبذول انتم كوزاره لازم الصور دي تبقى موجوده، مش فقط احنا كاعلام بنحطها للناس عشان تعرف، ولكن انا لو قلت للناس ادخلوا على صفحه وزاره الزراعه هتلاقوا الصور دي موجوده، او ادخلوا على حديقه الحيوان هتلاقوا الصور دي موجوده. يعني ده شيء ممكن نشتغل عليه. احنا يوميا في وزاره الزراعه بنتعرض لشائعات غريبه، لان احنا وزاره مسؤوله عن الغذاء. أكيد. والامن الغذائي، وكل يوم مش عارف كل ساعه البطيخ مش عارف فيه ايه، البطن فيها ايه، مش عارف العسل في يعني الدواجن، اللحوم، الاسماك، فاحنا بنتعرض لحمله شائعات. احنا عارفين كلنا اغراض ايه، وانا قد ما بنقدر وبنحاول طبعا، بس انا كل اللي بقدر اقوله لك والله انه كل ما كانت الاشياء موثقه خصوصا. صحيح. ونحن نتحدث. صحيح. عن حديقه الحيوان او حدائق كبيره زي الميريلاند او غيرها. صحيح. فكل ما يبقى الناس عندهم داتا خلاص اي حد بيتكلم الجدل ده هيتوقف، لانه الصوره هي اللي هتكون اثبات للحقيقه. لكن احنا معاكم، وعلشان كده احنا كمان هنا في التاسعه قررنا ان احنا نقدم الصور قبل وبعد علشان نكون معاكم. بس خلينا نقول في انتظار
انتظار الحكومة الجديدة يكون في مجهود أكبر بصور موثقة دايما طول الوقت. وأنا بشكرك وبشكر مجهودكم معانا، وبحب أطمنك وأطمن كل مشاهديك الكرام إن حديقة الحيوان وحديقة الأرمان كل شيء فيها أثري وله طبع تاريخي وله ذكريات مع كل مواطن مصري. طبعا حدائق يعني مش ممكن نعوض. طب سؤال سريع أستاذ أحمد، بما إنك معانا، يعني مشروع المليون شجرة، يعني كلمني عن مشروع المليون شجرة، خلينا نتكلم عن الزراعة والبهجة دي. كويس ان سيادتك طرحت برضو هذا الامر، ان احنا برضو شغالين في هذا الاطار مع وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحرب والتخطيط وكل وزارات الدولة في تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون شجرة. احنا اللي بدأت العام الماضي، احنا خلصنا المرحلة الأولى منها العام الماضي. احنا كوزارة الزراعة دورنا ان احنا بنورد الأشجار. صحيح. وعلى فكره برضه عايزه يعني الحاجه المفرحه في هذه المبادره ان هي اشجار مش اشجار عاديه زي ما كان بيحصل زمان فيقس وكان بيبقى في مشاكل كتير، لا ده احنا في اكثر من 18 نوع من الاشجار احنا بنوردهم في مشاركتهم في هذه المبادره. فيهم اشجار مثمره يعني كل انواع الاشجار المثمره، في اشجار خشبيه عشان خاطر تقليل فاتوره الاستيراد من الخارج من الاخشاب، في اشجار رحيقيه وزهور عشان خاطر العسل يعني اذا مليون شجره مدروسه بعنايه علميه جدا، يعني جداً علشان جداً مش جداً مجرد شجر والسلام يعني جدا، ومتوزعه على كل محافظات الجمهوريه بعداله بالتعاون طبعا مع الوزارات الاخرى. طيب أول ما يبدأ المشروع وتبدأ الأشجار تبان، أستأذنك الصور تبقى موجودة على صفحة وزارة الزراعة عشان تبقى احنا شغالين يا فندم فيها، شغالين فيها، وممكن الكاميرات كمان يعني تنزل تشوف برضه بالتعاون مع الزملاء تشوف احنا شغالين في محافظات كده. واحنا العام الماضي كان حوالي 1,300,000 شجره كوزاره الزراعه، هذا العام حوالي 1,000,000 شجره، فاحنا شغالين حسب الخطه الموضوعه في هذا الاتجاه. اقول لحضرتك بس يعني كده بالصدر الرحب، يمكن الناس بتقلق ليه؟ لانه برضه في الاحياء قطع للاشجار بدون وعي يعني، وده بيحصل، فكل ما كان في رقابة الأشجار اللي موجودة دي بتحمي الناس. يعني درجة الحرارة النهاردة اللي هي في الأربعينات، لو الشجر موجود في الشوارع الناس بتستظل تحت الشجر، فكل ما رقابة على الأحياء وكده الناس هتبقى أحسن. سيادتك بتطرحي موضوعات مهمة جدا، احنا الناس ثابتة ما بين درجة الحرارة وقطع بعض الصور الأشجار اللي انتشرت. صحيح. احنا في مرحلة تغيرات مناخية صعبة جدا في طبعًا كل دول العالم. طبعًا يعني حتى الدول الأوروبية اللي كانت فيها ثلوج النهاردة بتعاني من الحر، وفي ناس بتموت من الحرارة. صحيح. يعني التغيرات المناخية أثرت على الإنسان وعلى الحيوان، مش انقطع الأشجار بعض الأشجار، ولا الدولة لا تقطع أشجار إلا إذا كان في ضرورة قصوى لهذا، ضرورة قصوى إن يكون هذه الأشجار فيها خطورة على صحة الإنسان، لأن لو هذه الشجرة وقعت على إنسان أو وقعت على سيارة طبعًا الدولة هي التي سوف تلام. فلازم ما هو يا فندم لو حصل تأليم من الأول ومتابعة الشجرة مش هتقع. بالضبط. يعني بس يعني بالزبط الاحياء بالزبط محتاجه بالزبط تشتغل معاكم بقوه كمان اكتر. انا بشكرك شكرا جزيلا، كلنا يهمنا يعني بجد ان تبقى بلدنا حلوه واشجارنا تبقى حلوه، وما فيش مشكله لما عنا تبقى على شجر بنحبه ويحس ان في حاجه مش مظبوطه حضراتكم تصححوا الموقف. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ابراهيم مستشار وزير الزراعه. سعيدة بأنه المصريين ما فيش مشكلة أن أنت تبقى الشارع بتاعك قلقان أن في شجر بيتم تقطيعه بشكل غير مباشر، ممكن تتقدم للمحافظة أو للحي وتتابع الموضوع. بالعكس المواطن اللي عينه مفتوحة ده الدولة عايزاه، يعني الدولة مش هتقول لك لا والله أنت ليه قلقان جدا والشجرة اتقطعت غلط وما رحتش كلمت، لا بالعكس ايه المشكله يعني، ما هو الدوله دي يعني مش بابا وماما، احنا مسؤولين، الشجر ده بتاعنا احنا كشعب، فكل ما ايدنا معاهم كل ما احنا كمان عين رقابه معاهم ونتابع معاهم هيكون افضل بكتير. اذا خلينا نقول انه ما فيش قطع للاشجار في حديقه الحيوان، بالعكس في تطوير قبل وبعد وتهذيب وتقليم، وما فيش قطع ابدا في منطقه الميريلاند، بالعكس في تطوير لبعض المناطق زي ما شفتم معانا هنا في التاسعة. بدأنا معاكم وإحنا بنستقبل إن شاء الله أيام جميلة، أيام مباركة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاصل ونتواصل. أهلا أهلا بحضراتكم، نروح لأخبارنا ونبدأ معاكم، وخلينا نروح لخبر الحقيقة من إسرائيل،
وخلينا نقرا كده الخبر معانا. بيتكلم الخبر الحقيقه عن فشل امني خطير في احدى القواعد الاكثر حساسيه لجيش الاحتلال الاسرائيلي، وبيقول ايه؟ نجاح 3 افراد تسللوا الى القاعده وحصلوا على وثائق سريه. الوثائق دي زي ما قالت الحقيقه الصحيفه يدعوت احرنوت العبريه، دي اسم الصحيفه يوم الخميس، انه انتحل فريق تدقيق من هيئه الاركان العامه لجيش الاحتلال صفه ضباط برتبه مقدم، وده حوالي من شهر من الان، ونجح الفريق بسهوله ان هم يتسللوا الى القاعده، قاعده الوحده 8200 في معسكر جيلوليت برمات هاشارون. اسماء طبعا كلها خاصه باسرائيل، ولكن طبعا هذا الفشل الامني الكبير، يعني عايزين نعرف ما هو اسبابه، هل الارض بتتحرك من تحت اسرائيل، ايه اللي بيحصل؟ خلينا نروح لمداخله مع يعني احمد محارم، محلل السياسي من نيويورك. مساء الخير استاذ احمد. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. يعني عايزين نعرف هذا الخبر اللي عنوانه الفشل الامني الخطير لاحدى القواعد الاكثر حساسيه في جيش الاحتلال، ازاي حصل هذا الفشل الامني؟ الموضوع ليس بجديد، لانه من 7 أكتوبر اللي حصل هو غير الصوره الذهنيه المتخذه عن ان اسرائيل امنها وقوات جيشها الدفاعي لا يقهر. طبعا حصل اختراق كبير من امن ووهم وضعف كبير في سيطرتهم على المسائل، لكن هذا التقرير يطلع في هذا الوقت هو ده علامه الاستفهام. هل هو تخبط في السياسه الداخليه في اسرائيل؟ هل هو تسريب معلومات طرف يريد ان يذكر بالطرف الاخر؟ هل هو الاستهلاك الداخلي؟ لكن ايضا السؤال الاهم، هل يؤثر ذلك على خط سير الحرب؟ الجميع في الداخل متفقين على تدمير حماس، وأن الحرب لم تنتهي، وأن كل هذه المبادرات وكل هذه اللقاءات وكل هذه الاجتماعات والزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي، والتصريحات اللي بتطلع من إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، والتصريحات اللي بتطلع من الأمم المتحدة. احنا لسه فرحانين من كام يوم بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأول مرة 6 أيام قعدت مداولات ومناقشات وتغيير في الصياغة عشان يطلع صيغه قرار امريكا هي اللي تقدمت بيه بالنسبة عن اسرائيل، و14 دولة وافقوا، وروسيا عندها اعتراض لاسباب ممكن ان روسيا عمرها ما وافقت على قرار توافق عليه امريكا، وامريكا طول عمرها وقفلها صحيح صحيح في مسألة الفيتو وحق الفيتو. لكن السؤال هو الصحف في داخل اسرائيل، صحيفة الدهار دي يسارية تنشر ضد الحكومة وتفضح الحكومة، لكن بتعود احرنوت والوزارين بوست دي، يعني الكلام اللي طالع النهارده يشكك في مصداقيه المصدر، طالع في هذا التوقيت للاستهلاك المحلي لاشاعه نوع من الفوضى. طيب يعني السؤال 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 هنا استاذ احمد، يمكن برضه واحنا بنشاهد على الصوره يعني من نتنياهو ومجلس الحرب، هل الاستقالات اللي كانت يعني موجوده من مجلس الحرب نفسه، هل هي ممكن تكون سبب لهذه الاخبار؟ يعني يكون في ايضا يعني في ضرب يعني بينهم وبين بعض اكتر؟ بالتاكيد بالتاكيد، الانقسام اللي حاصل مجلس الحرب، هل هتستمر القصه بالشكل ده؟ هل بنيامين نتنياهو امله انه يطيل امد الحرب حتى ما عندوش مانع انها تستمر في الجبهه الشماليه مع لبنان، وما عندوش مانع في اي ضحايا من الجانبين سواء في فلسطين او في لبنان، وما عندوش مانع انه يضحي بالاسرى الموجودين 26 اسير، كل الكيم اللي عمله بيطلع 4 بس، وكانت مسرحيه هزيله. الهدف كله انه يستمر حتى نوفمبر، وينتظر احتمال من وجهه نظره ان يعود حبيبه وصديقه ترامب الى البيت الابيض، وهو اللي اعطاه بس يعني احنا مش هنفضل قاعدين مستنيين الانتخابات الامريكيه لما تنتهي واحنا في حاله الحرب دي، يعني ده اذا عاد ترامب يعني هو ما عندوش مانع، بس احنا خلاص يعني ما يحدث في قطاع غزه بقى يعني حاجه غير طبيعيه. للاسف الشديد لا يوجد من يرضعه، لا الامم المتحده ولا العالم ولا حتى يعني في الفتره الاخيره دي امريكا ضاقت ذرعا لما 8 مرات طياره مكوكيه لوزير الخارجيه، امريكا متضايقه
امريكا عايزه الحرب تنتهي باي شكل. في فعلا خلاف بين القياده والله الامريكيه. انا اشك قوي ان امريكا متضايقه، خلينا نقول الحق يعني، امريكا متضايقه ده كلام تصريحات، لكن الواقع يقول لو هي متضايقه تتوقف، هي متضايقه تعمل فيتو، هي متضايقه توقف اطلاق النار يعني. حضرتك كلامك صح، انت عارفه لعبه الاستغمايه. ايوه بالظبط بالظبط، كل شويه بالظبط يقول له لا لسه، حقيقي وعده من الاول انها قبل ويكس، حقيقي 8 شهور. للاسف الشديد هو بيبتز امريكا، بنيامين نتنياهو بيبتز امريكا اعتقادا منه ان امريكا في اضعف ظروفها وان بايدن في اضعف ظروفه، وامريكا تدلل اسرائيل ونفضل احنا بين التدليل والابتزاز. يعني الواقع الناس الحقيقه بقت فاهمه ما يحدث. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد محارم محلل سياسي من نيويورك. هنفضل نشوف هذه المشاهد واستقالات في إسرائيل، وحتى لو كان في انشقاق، حتى لو كان في خلافات، لكن تبقى إسرائيل هي إسرائيل، تبقى سياستها هي سياستها، يبقى استقالات نعم، ولكن السياسة المتطرفة لهذه الحكومة اليمنية المتطرفة ستبقى إلا إذا حصل وتم الحقيقة وقف الإطلاق النار. يعني نتمنى الخير. طيب خلينا نروح للخبر الثاني. الخبر ده بيتكلم عن استطلاع جديد للرأي، والاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث اللي بينظر إلى، طبعا بيشوف وضع بايدن على المستوى الدولي، وطبعا بشكل أكتر إيجابية من منافسه ترامب. احنا عارفين الانتخابات الأمريكية قريبا جدا، وطبعا ده دايما بيحدث، إلا أن معظم من تم استطلاعهم لا يوافقون على سياسته في الشرق الأوسط. يعني اللي هم شايفينه ما يحدث في الشرق الأوسط شايفين أنه دي مشكلة، وخصوصا تعاملاته وأراءه وتصريحاته وما يحدث مع الحرب في غزة. نقترب أكتر ونعرف تفاصيل أكتر، خلينا نروح لدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. يعني دكتور إحسان، خلينا نقول هذه الاستطلاعات، وطبعا عادة قبل أي انتخابات أمريكية بيكون في استطلاعات للرأي على يعني قوته، على سياسته، على وضعه، ولكن يبدو أن الاستطلاعات ليست في صالح بايدن. أكيد أكيد، ومنذ فترة طويلة هذا ليس جديد. صحيح. وهذا ليس متعلق بموضوع غزة إطلاقا، هو متعلق بأمور أخرى، الاقتصاد، الحدود، التضخم، أمور أخرى لا علاقة لها بغزة. الشعب الأمريكي لا يكترث السياسة الخارجية. صحيح. إلا إذا كان هناك حرب تدخل فيها أمريكا، ولكن غير ذلك لا يهتم إطلاقا. فأغلبية الشعب الأمريكي لا يتابع موضوع غزة، وربما الفئة الشبابية على التيك توك يتابع، ولكن بشكل عام الشعب الأمريكي لا يهتم بالسياسة الخارجية. أنا بتفق معك إنه يعني المواطن الأمريكي لا يهتم إلا بضرايبه وحالته المحلية جدا، ولا يهتم بالأخبار السياسية في منطقة الشرق الأوسط. بس خلينا برضو نوسع المشهد ونشوف بأنه ما حدث في الجامعات الأمريكية الكبيرة من الأجيال ومن الطلبة لرفض التعنت وما يحدث في قطاع غزة، ربما يكون كانت ورقة ضاغطة أيضا على الحكومة الأمريكية. أنا بالنسبة لي أعتقد أن هناك يعني مبالغة في تصوير هذا الموضوع. يعني هو بايدن بالتحديد قال أنا لا تؤثر هذه الأمور في سياستي، أخذت موقف من إسرائيل ومن الحرب ولن أغير هذه المظاهرات وهذه الأعصامات، أنا مع حق التعبير قال، ولكن لا تؤثر على سياستي. وهذا صحيح. هذا رجل صهيوني، هذا رجل من جماعة إسرائيل منذ عقود، ليس اليوم أو البارحة، منذ عقود، وهو أخذ مال كثير منهم، أولاده عنده ابن وابنه متزوجين من يهود صهاينة، هو يعتبر إسرائيل بلده الآخر، هو مرتبط عاطفيا بإسرائيل، وهناك لوبي صهيوني قوي جدا، النظام الأمريكي بالمجمل إلى جانب إسرائيل. تمام. ليس هناك يعني هناك صحيح أنه يعني يثلج القلب أنه هناك من يعارض ومن يتكلم وما إلى هنالك، ولكن النظام الأمريكي خاصة الكونغرس إلى جانب إسرائيل بشكل كلي، وأرسلوا مليارات لها يعني. طيب خليني يعني بغير محدود بدون شروط. تمام، خليني هنا أسأل حضرتك السؤال بطريقة أخرى. خلينا نقول إنه هل هذه الاستطلاعات ربما تكون إنه يعني هم يعني يستطلعون الناس عن ما يحدث في الشرق الأوسط حتى يكون هناك ضغط على بايدن؟ يعني حتى لو كان المواطن الأمريكي لا يهتم، ولكن يمكن هي فكرة إن أنا أعمل استطلاع على نقاط ضعيفة خاصة بالسياسة الأمريكية؟ شوف، هناك استطلاعات دائما، وهناك دائما الثابت في هذا الموضوع
انه نتائج بين بايدن وترامب متقاربه. صحيح. يتفوق احيانا ترامب، صحيح، ومنذ فتره يتقدم، ولكن في مجال الخطا الحسابي. فلذلك الانتخابات يعني المحرك الاساسي اليوم الخوف عند الديمقراطيين ان الناخب الديمقراطي الغير سعيد بما يحصل في غزه، المفتاح الغاضب، ان لا يذهب للانتخابات ويخسر هذا بسبب هذا بايدن، عدم الحماسه للذهاب للاقتراع، هذا ما يخافون. ولكن المجتمع الامريكي منفصل، هناك ديمقراطيين هناك جمهوريين، والانقسام حاد. يعني الديمقراط سينتخب بايدن، الجمهوري سينتخب ترامب، ولكن هناك الفئه القليله الصغيره جدا هي المستقلين، ولكن محركها هؤلاء هو الاقتصاد وليس السياسه الخارجيه. يعني تبقى هي منافسات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ده أكيد واضح. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية. وزي ما أنتوا فعلا زي ما قال دكتور إحسان، المواطن الأمريكي على فكرة للي بيروح أمريكا لا يهتم أبدا بما يحدث في الشرق الأوسط حتى وإن كانت هناك حروب. المواطن الأمريكي مقفول عليه، الإعلام الأمريكي مش زي ما حضراتكم متخيلين، يعني ما بيجيبش الشأن السياسي قوي. يعني ممكن تكون المحطات اللي بتشتغل على السياسة دي الخط الدولي، لكن المواطن الأمريكي يا بيتفرج على محطات محلية بحتة، يا بيتفرج على أشياء اجتماعية وانترتينمنت، ملوش في السياسة. يعني السياسة لا تعنيه. وبالتالي دايما في الانتخابات الأمريكية يكون عندهم مشكلة كبيرة جدا على فكرة في حشد أصوات للشباب، لأن الشباب لا يلتفت للسياسة الأمريكية ولا المرأة. فدايما لما يكون في انتخابات أمريكية يبقى عنده مشكلة إنه يقدر يحصد أكبر عدد من الشباب وأيضا من أصوات النساء، لأن لا دول بيهتموا ولا دول بيهتموا. ويبقى المواطن الأمريكي يهتم إمتى؟ يهتم بحاله، بأسعاره، بالضرائب بتاعته هتقل ولا لا، ده اللي بيهمه بشكل كبير. لكن تبقى الأحزاب سياسية بحتة، خلافات ما بين الحزب الديمقراطي، خلاف ما بين الحزب الجمهوري، مين الحاكم القادم، ده أكيد وده بيبقى واضح. الكل بقى بيلعب، أنت سياستك في الشرق الأوسط ضعيفة، أنا ممكن أعمل سياسة مختلفة، أنا ممكن أنهي حالة الحرب، أنا ما أحطش أمريكا في شكلها وسياستها الضعيفة، فده كله يبقى واضح. خلونا ناخد فاصل ونرجع نفتكر ان احنا في ايام جميلة. انا مصرة ان احنا نعمل كل الـ يعني خلينا كده نعيش ايام حلوة ان شاء الله. بكرة يوم الجمعة والسبت وقفة عرفات، ونفضل مع الحجاج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاصل ونتواصل. اهلا اهلا بحضراتكم. صورة حلوة جدا كل الناس علقت عليها، موجودة الصورة على السوشيال ميديا، وهي الحقيقة حلاوة الصورة حلاوة فوز الطفل مروان فحلة بميدالية فضية في بطولة العالم ليزر رن اللي بتقام في الصين. طبعا منظره في الصورة وطفل صغير، والناس الحقيقة بتشير الصورة، الناس بتبقى معجبة قوي بالرياضيين لما بيحققوا نجاح، بيبقى الحقيقة قدوة لطيفة جدا. خليني أروح لي يعني مدرب مروان دكتور أحمد جمال شعير. مساء الخير يا دكتور أحمد. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أنا عايز أعرف، كلمني عن مروان. أولا سنه صغير، ولكن أيوة. الصورة طبعا يعني الناس كلها معجبة بيها بشكل كبير يعني. فكلمني عن طبعا الماراثون ده، أو طبعا الليزر ران اللي أقيم في الصين. بطولة الليزر ران دي بطولة تبع الاتحاد الدولي للخماسي الحديث. تمام. هي أقيمت في الصين مؤخرا، هي بتبقى على هامش بطولات العالم للخماسي الحديث الكاملة. الخماسي الحديث في بطولات بتبقى ليزر ران، يعني بتبقى لعبتين جري ورماية. فمروان لسنه بيشارك، بيبقى على هامش البطولة الكبيرة اللي هي الخماسي والخمس لعبات، بيشارك ليزر ران اللي هي جري ورماية. فمروان اللحظة دي حصلت على مروان عمره كام سنة يا دكتور أحمد؟ تحت 9، هو عنده 7 سنين بالظبط. 7 سنين 2016. أيوه تمام. أيوه مروان بقى له سنتين بيلعب اللعبة، ما شاء الله هو ثالث رانك عام على مستوى الجمهورية السنة دي، وترشح إن هو يسافر في بطولة العالم نتيجة تميزه ومستواه الرقمي، وما شاء الله هو برضه حقق إنجاز كويس. طبعا سبحان الله يعني إذا أيوه. مروان بيلعب من هو عمره 5 سنين. ايوه ايوه يعني وبيجري وعنده لياقه عاليه جدا الحقيقه. طبعًا. يعني الصوره باينه جدا من لياقته يعني. الحمد لله. ايوه واضح مروان اهو احنا بنشوفه هو بيحقق النهايه دي اعتقد يعني. ايوه هو الصوره دي اتاخدت وهو بالظبط على خط الفينش وهو بيفنش، لان دي غضب الانتصار والحلاوه بتاعت
النهايه بتاعته القويه اللي يعني الحمد طبعًا. لله ربنا كرمنا بيها، وسبحان الله يعني هي انتشرت نتيجه برضه تعب الولد وشراسته في اللعب، لان برضه طبعا يعني مروان طبعا طفل صغير 7 سنين يعني، لكن شعوره ايه لما حس ان الناس كلها تابعت الماراثون ده وعلقوا على الصوره؟ الحقيقه تعليقات رائعه. هو كان طبعا فرحان ومبسوط ان يعني هو كان حديث يعتبر يعني السوشيال ميديا كلها الحمد لله. كان مبسوط وسعيد الحمد لله. بيتمرن كام ساعه مروان عشان يحقق النتيجه دي؟ مروان بتمرن بشكل يومي يعتبر من ساعة لساعة ونص تمارين جري ورماية، وبياخد سيشنات فتنس كده حوالي 45 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، وبيخضع طبعا لنظام تغذية يعني كويس قوي عشان أكيد. بس أنا يعني أنا السؤال هنا في وجود حضرتك دكتور أحمد برضو، عشان لو السادة المشاهدين وعندهم أطفال، خليني أقول إنه في السن الصغير ده بيبقى أسهل اللي هي فكرة تطويع عضلات الأطفال، ويقدروا يبذلوا مجهود أكبر من لما يكونوا كبروا، يعني لما يكبر هيكون الفتنس بتاعه بقى أعلى وأعلى، هل ده صحيح؟ طبعا بيبقى مطلوب منه قدرات حركية وبدنية أعلى أو مستويات بدنية أعلى. الوقت بيبقى الولد وهو صغير بيبقى محتاج بس قدرات توافقية، حاجات علشان تنمي الجهاز العصبي طبعا، والمسارات العصبية يعني تنمى ويحصل ترابط وتوافق عضلي عصبي. وهو ما شاء الله برضه هو البطل، يعني هو يولد لا يصنع، يعني مروان برضه هو بطل صحيح، والفورمة بتاعته أصلا هو بطل، بس احنا بنطورها تبع صحيح يعني خاصة باللعب. هو مدرك انه بطل، يعني مدرك انه عامل رقم، وانه مدرك ان سنه صغير، يعني مدرك لدي لفكرة البطولة. طبعا هو البطل، هو طفل صغير قوي لسه. طبعا لما قلت البطولة ان البطل يولد لا يصنع، هو مروان عارف انه بطل، واحنا بنعامله حتى عندنا في النادي وفي الفريق ان هو بطل، وبنشجعه لما بنطلعه يعني مع مجموعات اقوى واكبر، هو يعني بنهيئه كمنتاليتي وكسايكولوجي طبعا في الجوانب دي معاه، ان هو يبقى قادر يعني ينافس، وانه لما يلعب يلعب على المكسب ما يخسرش، او يلعب على التميز بتاعه. حقيقي البطل يولد ولا يصنع حقيقي. طبعا اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد جمال شعير، مدرب مروان فحله اللي انتم شفتوه، اللي عامل الحقيقه جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، وانا ببقى سعيده الاستثمار في اولادنا بان هم يبقوا رياضيين، وان احنا نشتغل عليهم، وانه يبذلوا مجهود. الطفل الرياضي ده طفل صحي جدا، بيستقبل الحياه بشكل مختلف، بيبقى عنده اشياء مختلفه، بيبقى افضل، بيبقى احسن، بيبقى كمان قدوة حلوة اللي حواليه بشكل كبير دايما. طيب تعالوا بقى كده نروح، بما ان احنا بنتكلم دايما على الاطفال، والموضوع ده هكلمكم فيه بشكل كبير، يعني دايما لما بيكون عندنا بالذات الاضاحي وذبح الاضاحي، بتبقى مسألة ان انا اخد ابني، صحيح كتير جدا يحب ياخد ابنه علشان يعني يعلمه ويديله الشق الديني، وانه مفروض نضحي تمام، لكن هي فكرة ان هو اللحظة اللي بيشوف فيها ذبح الأضحية دي بتبقى لحظة قاسية. انا شخصيا فاكرة كويس قوي ان عمري ما كنت احب احضر اللحظة دي ابدا، يعني ابدا، يعني كانت تأثر فيا جدا، واني ما اقدرش اشوف نقطة دم يعني، وفضلت معايا لحد ما الواحد بقى يعني كبير كده بالزيادة يعني، فيبدو ان هي بتعمل تروما للواحد وهو صغير. خليني نروح ناخد تدقيق اكثر من المعلومات. دكتورة رشا الجندي استشاري علم النفس، مساء الخير دكتورة رشا. دكتورة رشا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذه شفكي، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل اللي بيسمعونا. وانت بألف خير. بنتكلم على فكره الذبح الاضاحي ووجود الاطفال في وقت الذبح، وهم بيشوفوا لحظه ذبح الاضحيه، يعني هل ده ممكن يؤثر عليهم نفسيا؟ احنا بنفضل في علم النفس ان الاطفال الصغيرين ما يحضروش ده في سن صغير. اللي هو بنتكلم على أني عمر؟ يعني هو يعني مش هنحدد بالتحديد قوي، بس يعني أكيد لو هو قبل، يعني لو هو قبل إعدادي بلاش. صغير عشان ما يأثرش فيه. أنت بتحس بالطفل اللي عندك، لما بيبدأ بقى يدخل المدرسة ويستوعب وكده، أنت بتحس إن هو قد إن هو يشوف مشهد زي ده دلوقتي ولا لأ. فهي الفكره في ايه؟ الفكره ان يولد المولود على الفطره. صحيح. فاحنا بنتولد اساسا
يعني اي مشهد فيه دم فيه ذبح فيه الحاجات ما بنحبوش. صحيح بالظبط، لو احنا تعرضنا ليه في سن صغير قبل ما نستوعب الهدف من الذبح، انه هو يعني الهدف اللي ربنا خلقه من الموضوع ده، لا ممكن تجينا زي صدمه او فوبيا، يكبر معانا الموضوع. وبعدين في اطفال بقى بتوصل مرحله ان هي ما ترضاش تاكل اللحمه خلاص. ايوه صح. انا لسه كنت بتكلم دكتوره رشا، انا شخصيا يعني وانا طفله ولحد دلوقتي ما كنتش اقدر اشوف ابدا يعني، ولغايه دلوقتي ما باكلش اللحمه بتاعت الخروف على فكره، لكن يعني طبعا يعني اكيد حضرتك اتعرضتي للموقف، تعرضت للموقف كده فعلا. ايوه بالظبط، وكبر معاكي. صح، ما هي دي بقى الفكره، احنا مش عايزين ناس بس تكون كده، لان هو الهدف من الدبح تدين حاجه خير، بنساعد الفقراء والحاجات. طبعا لو انت عايز طفل يطلع تمام ما تعرضوش، اصبر لما يتهيأ يوصل لسن. صحيح. هو هيكون اوريدي بقى في المدرسه اخذ الحكايات دي واستوعبها وفهمها. صحيح. فيوصل لسن لما يتعرض ليها يكون مستوعب الهدف الكويس منها، وهيبقى في السن ده يقدر كمان تتحكي له الحكايه ويتكلموا معاه. طبعا ما يبقاش فكره طبعًا. انه يبقى بس كده موجود. انا بتفق معاكي انه ويشاركك حقيقي، ويوزع معاك اللحمه ويشاركك ويبقى مبسوط ويبقى فاهم. صحيح. واعتقد يعني ما فيش قيمه لطفل صغير يشوف لحظه الذبح، هي لحظه مش حلوه يعني، لكن يبقى موجود في لحظه التوزيع مثلا، دي الاحلى طبعا، لأن لحظه يعني توزيع الصدقات على الناس والمحبه والحاجات دي طبعا. مفيش مشكله. صحيح. وفي ناس بقى عم تعمل حاجه تانية كمان، ان بيبقوا هم مربيين مثلا الجدي او الخروف او الحاجه. صحيح. اللي يذبحوها عندهم في البيت، فيطلع ياكله ويعتني بيه، بيلعب معاه. وهنا بتبقى المشكله يا دكتوره رشا، يعني لما الطفل بيرتبط، لان الاطفال بطبيعتهم زي ما حضرتك قلتي بيحبوا الحيوانات، في كده حاله انسانيه بين الاطفال والحيوانات، فلما بيطلع وياكله بعدين يعرف ان هم هيذبحوه، ممكن دي تاثر عليه، فاذا ما يبقاش موجود في لحظه الذبح يعني. طبعا شور، يعني ما يعني كل التجارب اللي شفناها اللي تحطوا الاطفال في المواقف دي اثرت بالسلب مش بالايجاب، الاغلبيه العظمى منهم يعني. اكيد ربنا يسلم وكله يبقى بالايجاب باذن الله. دكتوره رشا كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. دكتوره رشا الجندي استشاري علم النفس، يعني دايما نقدر نعمل كل ده يكون معانا اولادنا، ونبقى واخدين على حالتهم النفسيه بسنهم وعمرهم، علشان ما يبقوش متعرضين لموقف يكون هو مش مستوعبه في طبيعه سنه او في وقت سنه. فاصل ونكمل معكم باقي فقرات الليله في التاسعه، عودوا الينا. اهلا بحضراتكم. فكرة إنك تقدم تاريخ بلدك بصورة بقى فنية راقية مدروسة، مدروسة يعني مدروسة بالعلم، مهارة تقرب للمشاهد المكان والأحداث والشخصيات، وكمان تشده إنه يتابع. على فكرة، فكرة العمل الوثائقي أو العمل التسجيلي خصوصا ما يبقى شديد الخصوصية والدقة، بتحتاج أولا مجهود كبير جدا، لأن كل كدر، كل فريم زي ما بيقولوا، كل لقطة، كل صورة، كل صوت، كل مكان بيحتاج تحضير كبير جدا، يعني ربما الفيلم الوثائقي ده ياخد تحضير كبير أكتر من حاجات كتيرة، لأنه مدقق في معلومة بتكلم عن عصر معين، بتكلم عن فترة معينة، فلازم تبقى دقيق في كل حاجة. لكن الأجمل هي فكرة المشاهدة، انك تستمتع ان يكون مشاهد قاعد يتفرج على تفاصيل حلوه، يعني ممكن يقعد يقرا كذا كتاب عشان يوصل لعدد من المعلومات في فيلم قصير، يخليه يكمل بعد كده، يخليك انت عايز ترجع للفتره دي تشوف ايه اللي حصل. الموسم الثاني من ام الدنيا، دي اسم السلسله، ام الدنيا طبعا بلدنا الحلوه، بيحكي فتره 1000 سنه بعد عصر الاسر المصريه القديمه، وتحديدا مع بدء دخول الرومان لمصر والديانه المسيحيه، ثم رحله العائله المقدسه وصولا الى العصر الفاطمي، يعني فتره غنيه جدا جدا جدا، تفاصيل رؤيه ورقي. ضيفي هو صانع الرؤية دي، ضيفي هو المخرج محمود رشاد، وهو مخرج السلسلة الوثائقية أم الدنيا 2. مساء الخير يا محمود. مساء النور، أهلا بحضرتك وشكرا على التقديم. على إيه يعني الصورة دي؟ يعني إحنا في الآخر نقعد نتفرج ويعجبنا، بتاخد وقت تحضير قد إيه، والفكرة جت إزاي؟
طويل. الفكره جت، انا اوريدي بكتب وبخرج افلام وثائقيه لمحطات اجنبيه عن تاريخ مصر القديمه بالتحديد، بس كان على طول عندي فكره انه ليه ما بنعملش احنا الافلام دي؟ ليه العالم كله مهتم بيها واحنا مش مهتمين بيها؟ ليه اتفرج عند محطه اجنبيه؟ بالظبط بالظبط. ودايما حتى لما كنت بكتب الافلام الاجنبي دي وانت بتكلمي شخص مش مصري، فلغه الحوار او لغه الخطاب مختلفه، كان نفسي طبعا اكتبها لينا احنا. صح. هي قصتنا احنا في النهايه، هي الفكره جت من هنا. ومدام سوسن اتحمست ليها طبعا جدا، واستاذه نشوى بقت فرعونيه، بقت فرعونيه يعني فرعونيه جدا يعني. بنشوف سوسن بدر كده فرعونيه. انا نفسي اشوف لو احنا عندنا بعض المشاهد، عندنا مشاهد متهيألي عندنا مشاهد اكيد هنبقى نتابعها، لكن كلمني بقى اكتر عن التفاصيل والتصوير فزي ما قلت لحضرتك، انا يعني مدام سوسن يعني اتحمست للمشروع، وبعدين واتشت والمتحده هم اللي تبنوه من الاول الحقيقه، وكانت مغامره هم يشكروا عليها، لان الموسم الاول بالتحديد ما كناش عارفين رد الفعل هيبقى عامل ازاي. هل الافلام الوثائقيه دايما بتبقى جمهورها اقل من صحيح الدراما ومن المسلسلات؟ ولكن المفاجاه لينا كلنا كانت انه الرد الفعل على الموسم الاول كان عظيم، وهو ده اللي شجعنا ان احنا نكمل الحكايه، عشان تاريخ مصر ما يختصرش في الفترة مصر القديمة أو في الفترة اللي هي 200-300 سنة اللي فاتوا طبعاً. في هي قصة طويلة. صح. وكلها تراكمات تراثية وثقافية وحضارية هي اللي بتشكل الشخصية المصرية. عارف كمان يعني يمكن يعني في بعض المشاهد موجودة على الشاشة يعني بتخلي كمان المشاهد هو بيتفرج يعرف إن هو ده امتداده. بالزبط. يعني هو انا ليه بتصرف كده، وانا ليه بتكلم كده، ولا احنا ليه المصريين مثلا عايشين كلنا جنب بعض عند وادي النيل يعني بالزبط، واحنا ليه بنعمل كده؟ فكل ده بتحس بيحل لك المعادله. هو فكره موضوع الهويه الجايز الناس بتحس ان هو كلام مسترسل، ولكنه في الحقيقه هو موضوع مهم جدا. لان الهويه اول ما بيبقى الواحد عنده وعي بيها بيبقى انسان متفتح اكتر، بيقبل الاخر اكتر، شمولي اكتر في حياته عامه. وهو ده الجميل في التاريخ، انك بتفهم احنا جايين منين، وان احنا كلنا في الاخر حاجه واحده يعني وبس، ورايحين على فين كمان، رايحين على فين، ومكاننا فين وسط العالم الكبير، ايه اللي بنقدمه احنا للعالم بثقافتنا وبحضارتنا القديمه. صحيح. اختيارك اولا يعني سؤالي ليه شقين، الشق الاول اختيارك للفنانه سوسن بدر، واختيارك لامراه يعني، لانه دايما بحس مصر ام يعني الكلام على مصر يعني لازم تكون امراه يعني. هي مدام سوسن هي كانت اول اختيار بالنسبه لي، لانه لسببين. اول حاجه هي مثقفه جدا، فهي كانت اوريدي حضيف للموضوع وكانت حابه الموضوع. تاني حاجه مدام سوسن قريبه من الناس كلهم بغض النظر عن الطبقات الاجتماعيه، ممكن توصل للناس كلها بسهوله. وهو ده انا كنت محتاج، وان هي في الاخر مصداقيه عمرها، مصداقيه بالظبط، والخبره اللي موجوده عندها، وفي عشره بينها وبين الناس كمان. صحيح. وفكره ان هي كمان هي في الاخر بتقدم معلومه علميه بحته ممكن تكون معقده شويه، فهي وجودها هيسهل توصيل المعلومه دي، هيبقى عنصر من عناصر تسهيل وصول المعلومه. هنا فكره اختيار الفنان، لانه معتاد هو على توصيل الاشياء. بالظبط. هو بيمثل بالزبط. صحيح بالزبط. بيقدم اشياء، فهو عنده هذا الاعتياد يعني. هي كمان فكره انه استخدام السليبرتي عامه في اي حاجه بيسلط عليها الضوء، وانا يعني اعتقد ان اي حد عنده الملكه دي. صح. انه يستخدمها انه يوصل رساله او يوصل قضيه معينه. طيب في نفس الوقت برضو ناس كتير هتقول انه انت بتبذل مجهود كبير قوي، بترجع على كتب وتاريخ ووقت وحضاره وتصوير وكادرات وفريمات، هل هي مجازفه مغامره، ولا هي حاجه انت بعد ما بتخلص تتنفس انك ازاي عملت جمعت كل الحاجات دي مع بعض؟ هقول لحضرتك حاجه، الموسم الاولاني عشان انا تخصص شغلي اصلا في كتابه افلام عن مصر القديمه، فكان سهل بالنسبه لي من حيث الماده العلميه، وكان معانا دكاتره بتراجع ورايا كمان. الجزء الثاني بصراحه انا ما كنتش ملم بيه زي ما كنت ملم بمصر القديمه، فهو ده اللي تطلب. انا قعدت اذاكر اكني في الجامعه، قعدت اذاكر كتب تاريخ كل كتاب قد كده. وبعدين المشكله في الموسم الثاني ان هو بعد فتره عصر الاسرات، احنا بقى في أطراف كتير قوي عايشين. صحيح. في مصر، في إغريق، في رومان، في يهود قاعدين، في بداية المسيحيين، وفي الشعب المصري اللي هو مكمل من قبل كده، ففي خمس أطراف موجودين في الحدوتة مؤثرين. ولكن صعوبة الموضوع كانت إن كل طرف فيهم موثق قصته هو
فقط. أيوه. فأنت بتدوري في خمس. فأنت بتربط بقى. بتربطي ما بين كل القصص اللي عاشت في التوقيت ده. وقد إيه كان حاجة مبهرة بالنسبة لي أنا لما كل الحاجات دي تتحط في السياق أو في الكونتكست بتاعها. أيوه. إنه ده كان بيحصل مع ده وده كان بيحصل مع صحيح. ده. لما تجمعي تبقى عندك نظرة شاملة أكتر للموضوع يعني آي أوبنر. بيبقى أحسن. طيب خليني برضو وأنا بنشوف الصورة خلينا نقول انه احيانا لما بنشوف افلام وثائقيه او افلام روائيه كبيره تحديدا لما بتكلم على التاريخ والتاريخ المصري كل واحد بيعمل من منظوره فيعني تلاقي الفرعون ده مثلا ممكن يطلع افريقي الشكل او ممكن يطلع روماني الشكل او ممكن يطلع حاجه تانية كل واحد بيفكر بدماغه او بخياله ما بيبقاش فيها المصداقيه زي ما احنا نعملها او بالاجنده بتاعته او بالاجنده يعني طبعا يعني طبعا. موضوع الافرو سنتريزم ده هو دي اجنده هو جدا دي كده. اجنده وهي مشكله كبيره طبعا. الحقيقه ومشكله معقده جدا والمشكله الاساسيه فيها ان هو واقع بتعيشه امريكا النهارده بمشكله الاعراق عندها طبعا. بين الابيض والاسود وبيحاولوا يفرضوا علينا المنظور ده أيوة لأن هي مش محلوله جوه هي مش محلوله أصلاً. عندهم بس احنا ملناش مشكله يعني احنا مش طرف في المشكله صحيح. دي ولا مصر القديمه طرف في المشكله دي صحيح. المجتمع المصري القديم كان مجتمع شمولي في الابيض والاسمر والاسود أيوة وما كانش الناس بتحس بده لا وما كانش ما كانش بيأثر على مكانك في المجتمع ولا يعني ما كانش في تفرقه في الحته دي بالذات هل هم كلهم كانوا سمر او كلهم كانوا بيض لا هم كانوا زينا النهارده بدليل بورتريهات الفيوم اللي موجوده معانا في الموسم الثامن بورتريهات الفيوم هي شبه المصريين وناس كتير كانت بتقول ان دول الاغريق اللي جم عايشوا في الفتره الرومانيه ده مش حقيقي اتعمل عليهم دي ان ايه هم مصريين والجينيتك بول بتاعهم من شمال افريقيا من مصر بالتحديد وهم شبهنا النهارده فيهم الابيض والاسود والاسمر وفيهم خليط يعني احنا خليط بالظبط شعوب شمال افريقيا عامه صحيح كده مش صحيح. مصر بس يعني طيب انا عايز اسالك بقى انت كمخرج يعني انت كمان واضح كنت قارئ واحيانا يمكن كنت مدون يعني كنت بتكتب ملاحظاتك اكيد انا بحب التاريخ اللي انبهرت بيه في هذه الفترات واصريت على وجوده يعني لمعته يعني لمعته في الصوره ظبطته في الموسم الاولاني في موضوع مصر القديمه كان مهم قوي بالنسبه لي ان احنا نضيف جانب انساني لتاريخ مصر القديمه هو مش كله حجره ومسلات واهرامات ووزن الحجر في بني ادمين في بني ادمين عندهم سير عندهم قصص كان بالك عندهم المعابد والصور على المعابد بتحكي حياه يعني لما بنقف هي بتحس ان في حياه كان في حياه هنا طبعا بس في الاكتر من كده كمان احنا نعرف عنهم تفاصيل هم كانوا بيسجلوا كل حاجه بشكل مبهر فاحنا نعرف عنهم تفاصيل تكاد تكون شخصيه لحد كبير صحيح. مثلا الملك تحتمس الثالث ده كان امبراطور وكان بيغزو منطقه كنعان كلها ولكن هو في نفس الوقت كان بيحب الطيور والنباتات وكان بيحب يرسمهم وكان بيحب يدونهم ومسجل ده في معبد الكرنك فالجانب الانساني من التاريخ ان هم بني ادمين عندهم طبعا. احلام عندهم مخاوف عندهم طبعا. طموحات شبهنا جدا وكمان فكره الامتداد الثقافه المصريه من مصر القديمه لحد النهارده ان احنا عندنا عادات كتير قوي لسه موجوده معانا من مصر زي القديمه زي اديني امثله بقى انت حاجات في الاكل كتير طبعا الاكل كتير حاجات في الكلام احنا العربي بتاعنا متاثر منوع. باللغه القبطيه جدا جدا جدا, جداً. عندنا حاجات قبطي كتير جدا جدا حتى في النحو بتاعه في وفي اماكن الفعل في الجمله الحاجات دي متأثر باللغة القبطية في طقوس الموت أكيد وفي طقوس الأعياد والاحتفالات كلها حاجات مكملة معانا والغريب أن طقوس الموت بتنطبق علينا يعني إحنا مسلم أو مسيحي طقوسنا هي قريبة مصرية من قديمة. بعض في الوقت يعني هي مصرية قديمة الاتشاح بالسواد بالزبط اللي بيقعدوا 40 يوم يعني وإن الدبات اللي موجودين في الأرياف صحيح. والحاجات دي كلها وحتى طرق الدفن نفسها والحاجات دي كلها مكملة معانا من مصر القديمة الموسم الثاني كان مهم قوي بالنسبة لي فكرة التاريخ الكنسي المسيحي الفترة دي اللي هي الفترة الرومانية لحد دخول العرب ما حدش بيتكلم عليها خالص وهي فترة غنية جدا وهي طبعا. فترة فيها قصص وأحداث مبهرة طبعا. والديانة المسيحية بالتحديد تقريبا تم تشكيلها في مصر لأنها من أول الكنائس اللي اتعملت كانت هنا في مصر طبعا. القديس مرقس لما جيب بالإنجيل بتاعه أول إنجيل من العهد الجديد فكرة الرهبنة والأديرة صحيح. كل الحاجات دي خارج دي مصري
كل ده مصري. فكان مهم قوي احنا نسلط الضوء على المرحله دي. تاني هرجع لفكره الشموليه وان احنا نبقى صحيح. منفتحين على الاخر اكتر. رحله العائله المقدسه لانه كتير حتى من الافلام العالميه دايما تتكلم عليها. والغريب طبعا ان هم لما بيتكلموا عليها بيتكلموا على انها في منطقه الشرق الاوسط. يعني عارف ازاي اللي هو البحر بتاع الشرق الاوسط ده. وطبعا هي عندنا موجوده في مصر، موجوده في سيناء، موجوده في الصعيد، موجوده في الاردن. مظبوط. فانت كنت حريص بقى على ابراز الرحله بشكل مختلف. ده حقيقي. هي الرحله موجوده في الحلقه الثالثه، هي بدايه قصه السيد المسيح. وانا طلعت الماده العلميه من الكتب وكتبنا الحلقه، وبعدين المعهد العالي للعلوم القبطيه راجع ورانا المعلومات عشان تبقى دقيقة على قد ما نقدر، لأنه ده كمان عنصر جذب سياحي مهم. ده ممكن يبقى مزار سياحة دينية يعني. طبعا. طبعا. بس لأنه كمان الأديرة قديمة جدا وبديعة، بالذات اللي في الصعيد، جبل الطير ودير المحرق. طبعا. جمال 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 قدام جدا. وفرصة أن الناس على فكرة، أنا بحب لما الناس تتفرج على الأفلام دي تروح تزور الأماكن. طبعا. يعني طبعا. فكرة الفيلم الوثائقي هو عبارة عن كده، بيديك فكرة بأنه طب وبعدين، طب أقرأ بقى، طب أعرف، طب يعني صح. أروح. هي عشان الموضوع طويل قوي، الموضوع كبير قوي، فأنا بيبقى دايما كل هدفي أنه أنا أفتح أماكن في مخ الناس، هم بعد صحيح. ما يتفرجوا يدوروا ويبحثوا ويبقى عندهم رحلتهم هم في البحث والمعرفة. بيستغرق التصوير قد إيه؟ تحضير بقى الكتابة تقريبا، إحنا بدأنا نكتب الموسم الثاني من وإحنا بنعرض الموسم الأولاني، فالكتابة خدت تقريبا قرب سنة. وبعدين التصوير نفسه أخد شهرين، التحضير كنا بنحضر وإحنا بنكتب. والمونتاج بياخد 3 شهور، لان هو انت عندك 3 انواع افلام في بعض، عندك الفيلم الوثائقي اللي هي الماده الوثائقيه، وعندك مشاهد دراما كتير جدا، فالدراما بتتعامل معامله المسلسلات في احساسك بقى بانه هذه الافلام كمان بقى عندها قناه الناس بتتابعها، يعني سواء قناه او كمان منصه. صح. فعندك الاثنين، واتشت والقناه الثقافيه والقناه الوثائقية. انا شايف ان دي خطوه مهمه جدا، لان صناعه الفيلم الوثائقي دي صناعه مهمه جدا وليها جمهور زي الدراما بالظبط، وقيمتها العلميه كبيره جدا، وممكن كمان نقول انه تكلفتها قليله طبعا بالمقارنه ووضع المهرجانات بالنسبه لام الدنيا. المهرجانات احنا لسه ما اعتقدش في ولا مهرجان عندنا كاتيجوري للمسلسلات الوثائقيه لسه. ان شاء الله يبقى لا فيه. لا ممكن تروحوا مهرجانات بقى. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، يعني ده لازم ام الدنيا ده يلف الدنيا. يا ريت يا ريت. هم هو حاليا موجود على واتشت الموسم الاول كله، والموسم الثاني اتعرض منه 4 حلقات، وكل خميس بنعرض حلقتين. ايوه صح انا عارف. يعني حقيقي عمل ناجح، عمل حلو. يعني بشكرك. وعايز اعرف فنانه سوسن بدر بعد ما خلصت بقى قالت لك ايه؟ انطباعها كان عامل ازاي؟ سوسن لما بنتكلم هي برضو هي دخلت في رحله بحث معانا، ما هو برضو هو على الموضوع. على فكره هي بقت جاهزه انها تعمل مثلا حتشبسوت او تعمل حاجه كده. يعني انا لو يعني موجوده مع المتحده يا جماعه نستغل الفنانه سوسن بدر، جاهزه قرت كتير وصورت، ممكن تعمل عمل تاريخي رائع. لسه دكتور اثري صديقي يعني كان بيقول لي سوسن خلاص بقى معاها دكتوراه فخريه في تاريخ مصر تقريبا. هي مستمتعه جدا جدا جدا. هي عندها شكل فرعوني الطول. لو هي بتقعد تراجع معانا الورق بتوع يعني، فحتى المراجعات اللي مع الدكاتره اللي هي ملهاش فيها دور، مش مراجعات عشان الكرو، كانت بتيجي. ايوه كانت بتيجي تقعد عشان تحس الصدق، عشان تحس ده ليه لا، ده ليه هنغيره، ده ليه ودايما عشان هي بتحفظ السكريبت هي والضيوف اللي معاها، بتبقى عايزه تفهم الموضوع، مش عايزه تحفظه خلاص. مش تحفظه بس هي عايزه تفهم، تبقى مستوعباه بالظبط، تبقى مستوعباه. بتمنى لك التوفيق. شكرا يعني يا استاذ محمود رشاد. بجد اتمنى لك التوفيق الى الامام، وهنتابع كل يوم خميس السلسلة الثانية من أم الدنيا. ودايما خلوا بالكم على أم الدنيا كلها خيرات حلوة. أكيد. زي ما حضراتكم تابعتوا، لكل اللي عايز يتابع الجزء الأول موجود على واتشت على فكرة، المنصة الجميلة بتاعتنا، وحلقات كتير بتبقى موجودة كمان على القناة الوثائقية، لكن تقدروا تتابعوا كل يوم خميس الجزء الثاني السلسلة الوثائقية أم الدنيا. بلدنا حلوة، ولما ننورها ونغذيها ونديها بتعلى بينا، ده مجهودنا. يعني استمتعوا ببلدنا واتفرجوا عليها، واكيد هتبقوا مبسوطين. هنعيد اكيد، هنعيد، هنتفرج على السينما اكيد، وليه لا. تعالوا طيب نعرف نشوف ايه، ونشوف شاشه السينما هتعرض ايه. هنحاول في الفقره التاليه نعيش معاكم اجواء السينما
في العيد. السينما والعيد، العيد دايما المواسم السينمائيه بيبقى فيه فيلم العيد، فكره انه الناس تنزل وتروح وشباك السينما والناس تقدر تتفرج على افلام جديده. اولا انا بقى سعيده لانه ما بقاش عندنا النوعيه اللي كانت بتضايقنا، كان دايما يبقى عندك سينما كده غريبه ومشاهد وافلام، الحمد لله يعني ما بقاش عندنا هذه النوعيه، بقى عندنا نوعيه كوميديه لطيفه افلام اجتماعيه. خلينا كده نقول انه موسم افلام عيد الاضحى 2024 هيكون موسم مختلف، وهيكون من اقوى المواسم السينمائيه اللي بتشهدها السينما المصريه. الموسم ده هيكون فيه يعني افلام سينمائيه ضخمه ومختلفه، فيها ميزانيات كمان مختلفه، وهتبقى ماشيه مع اجازه الصيف. يعني نقدر نقول ان الموسم السنه دي هيبقى خلطه سينمائيه بافلام كوميديه واكشن في نفس الوقت، وكمان هيبقى عندنا يعني هنشوف كده ايه اهم ملامح السينما وايه اللي بيحصل ويا ترى مين اللي هيحقق أعلى مبيعات. ونجوم الشباك الناقد الفني علي الكشوتي، خليني أرحب بيه ونعيش معاكم أجواء سينما. مساء الخير. مساء النور أستاذ علي. إزاي الصحة؟ الحمد كل لله، كل سنة وأنت طيب. بعد بخير. طيب إحنا دلوقتي في العيد والسينما، خليني كده أقول نتكلم بشكل عام عن الأفلام، عن المحتوى، عن شكلها. هو الحقيقة إن هو موسم ساخن جدا، يعني موسم يعني إحنا أطلقنا علينا هو ضرب نار، لان هو تقريبا في اغلب النجوم مصر والوطن العربي ما بين بيقدموا اكشن او كوميدي او حتى عوده لتوفيق الحكيم مع فيلم اهل الكهف. فالموسم سخن جدا، وموسم كمان توقيته صعب لان في امتحانات ثانويه عامه وفي اجواء حره بنعيشها الفتره دي، بدأناها اصلا، وزحام، ودايما عيد الاضحى بيختلف شويه عن عيد الفطر، بتبقى الناس مشغوله اكتر بالذبح والاضحيه وحاجات زي كده، ففي تحديات كتير قصاد الموسم، ولكن اعتقد ان هو هيبقى من انجح المواسم السينمائيه في الفتره الاخيره يعني. طيب خلينا نبدا ونقول، يعني انا بدات وقلت ان احنا اخيرا تخلصنا في عدد من الافلام اللي كانت خليني اقول محتوى تافه وحاجات بقى راقصه او كده مبتذل، يعني مبتذله بلا معنى وتشوف كده حاجات غريبة. الحمد لله تخلصنا من النوعية دي إلى حد ما. إلى حد ما. لكن خليني أرجع وأقول برضو أنا سعيدة بإيه. يعني مثلا الموسم اللي فات أعتقد كان في فيلم منى زكي من الأفلام، يعني بقى في نوعية مختلفة، نوعية تدخل العيلة تفكر، ما تبقاش النوعية الاستهلاكية بشكل كبير. ده بقى موجود يعني مختلف، يعني هو بقى هو في المنتج يعني يفكر بشكل كبير. مختلف. يعني الحقيقة ان هو في عدد من المنتجين اللي هم متناورين بشكل كبير ان هو يقدم قضايا او مشاكل او افلام تثري النقاش. لان اي فيلم بيمر بمرور الكرام ما بيثيرش الجدل او بيثير قضايا يبقى فيها نقاش فكأنه ما جاش. طيب خلينا نشوف مثلا اهل الكهف، نستأذنهم كده نشوف أهل الكهف ونرجع نكمل كلامنا، نشوف مشاهد كده من أهل الكهف تحديدا، وإنه هل أنت شايف إنه أهل الكهف دي مغامرة فنية إنه يبقى موجود؟ طبعا موجود فيها الكتابة للشاعر أيمن بهجة قمر، إخراج للمخرج الكبير عمرو عرفة. هي كده أهل الكهف ماشي. طيب لحد ما يجيبوا لنا المشاهد يعني نتكلم. هي مغامرة بس نقدر نقول عليها محسوبة. يعني عادة البطولات الجماعية هي اللي بتخلي حجم كبير أكبر من الجمهور يقبل. احنا ممكن نسمعه يا شباب، يعني نشغله صوت. طيب نشوف دي مشاهد كلها من أهل الكهف. طبعا هنا انت بتتكلم برضو عن ملابس تاريخية، عن أجواء مختلفة، عن ناس أجواء مختلفة فعلا، وأجواء ممكن الناس تتخيل أنها ممكن تبقاش مناسبة للأجواء العيد الأضحى يعني. ولكن لازم يبقى النوعية دي موجودة، وأعتقد أن الفيلم هيحقق إيرادات بشكل كبير في الفترة المقبلة مع انتهاء الامتحانات وابتعاد الناس بقى عن فكرة الأضحية، وبعد ما بيخلصوا كمان الثانوية العامة لما تاخد الأجازات بتاعتها هيبقى في إقبال يعني كبير عليه. يعني هيبقى مطروح للصيف، هيبقى فيلم برضو لطيف. أعتقد أنه هيكمل، وهو كمان مناسب أكتر للعائلات. يعني مش بس الشباب، يعني احنا عندنا الكوميديا والاكشن بتميل ليها اكتر الفئات العمريه الصغيره. على طب عكس طب اقول لك حاجه، يعني انا وانا بشوف المشاهد دي خليني اقول برضو انه نزول دراما الحشاشين وجودر في رمضان ونجاحهم الكبير هيخلي المشاهد بقى معجب بهذه الاعمال. صحيح. اللي هو فكره انه لا انا بقت بتعجبني اروح اتفرج على
هذه النوعية؟ الناس دايما عندها نهم وشغف للحاجات المغايرة، يعني احنا يمكن عندنا جرعة كبيرة جدا من الكوميديا على مدار تاريخ السينما المصرية، مش بس مؤخرا يعني، والاجتماعي برضو، ولكن الأعمال اللي هي شبه نوعية أعمال أهل الكهف مختلفة شوية على الجمهور، وبالتالي لما الجمهور بدأ يتذوق الدراما التاريخية أو الأفلام السينمائية اللي فيها معارك ضخمة وفيها حوارات ممكن تبقى لغتها مختلفة شوية عن الكوميدي والأكشن، بقى في النهم ده بقى حاصل، لأن كمان نوعية الجمهور اتغير. احنا دلوقتي العالم كله مفتوح، الشباب بيتفرج على سينما كورية وسينما أسبانية ومكسيكية ومن الدول اللي حوالينا، فبالتالي أصبح عندهم رؤية كبيرة للأعمال دي، وعندهم نهم ان هم يتفرجوا عليها ويقارنوا ما بين مستواها ومستوى بره ويقولوا له في تقدم في تحسن. احنا مثلا في نموذج اهل الكهف احنا عندنا مجموعه من النجوم كبار جدا، يعني استاذ خالد النبوي طبعا، محمد ممدوح، غادة عادل، كل نجم منهم قادر ان هو يشيل فيلم لوحده. ولكن لما بتجمعيهم بهذه التوليفه بسيناريو محكم، استاذ توفيق الحكيم يعني ومعالجه ايمن بهجت قمر، كمان انه الاجيال الجديده ترجع، يعني انا بحب فكره انه السينما مأخوذ عن قصة كذا. صحيح. يعني دي برضو حتى السينما الأمريكية بتنجح قوي بفكرة وينزل الكتاب مرة واثنين وثلاثة ويحصل طبع والناس تقرأ، فبرضو دي فكرة حلوة ان احنا نبدأ نرجع صحيح لهذا الاتجاه. صحيح، هترجع ناس كتير انها تبدأ تشوف اتحولت ازاي القصة ويقدروا يقروها ويتابعوها. بالظبط. أولاد رزق برضو من الأفلام اللي عليها جدل كبير والناس بتتابع والناس عايزة تشوف أولاد رزق ثلاثة، وطبعا في مجموعة كمان من الأبطال كبار. صحيح. أسماء كبيرة يعني، فأنت يعني شايف برضو وجود أولاد رزق في سينما العيد؟ طبعا أولاد رزق الجزء الثالث اللي هو سموه القضية مناسب جدا لأجواء العيد، لأنه أولا نجومه كلهم نجوم صف أول ونجوم ليهم شعبية كبيرة جدا من فئة الشباب، بالإضافة لأن المراهقين أو الأطفال اللي كانوا من 10 سنين شافوا الجزء الأول هم دلوقتي بقوا في سن 20، فبالتالي هو ضامن شريحة كبيرة جدا من الجمهور اللي كان بيتفرج على الجزء الأول هيجي يتفرج على الجزء الثاني. طب خلينا برضو نستأذنهم نشوف أولاد رزق برضو يبقى موجود كده وإحنا بنعلق عليه، لأنه هيبقى كمان فكرة إن الناس تبقى بقت فكرة المجاميع، يعني شوف إحنا كنا بنقول أهل الكهف هنا أولاد رزق، كمان مجاميع، مجموعة كبيرة، مجموعة جدا، مجموعة كبيرة يعني مجموعة كبيرة فناني الصف الأول كلهم موجودين في عمل واحد أو بيكملوا يعني. هو أجواءه كمان أجواء الفيلم نفسه فيها جرعة كبيرة من الأكشن، وده بيكون جاذب بشكل كبير للفئات العمرية الصغيرة وللشباب، عشان كده أنا أتوقع أن الفيلم هيبقى ليه مردود كبير جدا في شباك التذاكر في الفترة اللي جاية. طيب خليني أقول أنه كده السينما بتتقل نفسها زي ما بيقولوا، يعني بتعمل تقل بقى في يعني واحدة واحدة، طبعا احنا لسه قدامنا خطوات فكرة كبيرة، فكرة أن النجوم كلهم يشتركوا في عمل واحد فكرة برضو يعني حلوة حصلت في الماضي كتير. طبعا حصلت كتير قبل كده وتراجعت شوية وبعدين رجعت تاني، الناس تبدأ تستوعب ان هو وجود اكتر من نجم في عمل واحد بالعكس بيديله ثقل وبيديله يعني قيمة كبيرة، خصوصا لما بتبقى شرائح عمرية مختلفة من النجوم. يعني احنا فيلم ولاد رزق انضم ليه مثلا علي، انضم لي احمد الرفعي، انضم يعني بعد احمد داوود واحمد الفشاوي ما كانوا مشغولين بعمل تاني فما عرفوش يشاركوا، فانضمت شخصيات جديده، آسر ياسين. فبالتالي وجود كم كبير من النجوم ده اولا بيبقى مفيد على مستوى الحبكه الدراميه، ان هم يبقى في اكتر من شخصيات بتتحرك حوالين الحدوته، وفي نفس الوقت بيبقى جاذب بشكل كبير، لان مثلا آسر ياسين داخل الموسم السينمائي وهو محقق نجاح كبير جدا في الدراما، فالناس حباه وشايفاه ومتابعاه ومستنيين الجديد بتاعه. صح، فهو امتداد. طيب نروح بقى للأعمال الكوميدية اللي الناس بتحب، سينما العيد بتحب سينما الكوميدية، يعني مش عارفة ليه بحس إنه يعني المشاهد بتاع سينما العيد أنا رايحة أتبسط أنا عايزة أضحك، فمثلا سبت الماكس أحمد فهمي بيكمل بقى يعني الروح الكوميدية الموجودة يعني. هي الفكرة أنا بحس إن هما الناس دايما يعني الأعياد دي بتيجي بعد فترة تضييق أو فترة إرهاق كبير بالنسبة للنجوم وبالنسبة للناس. هنا برضو روبي أحمد فهمي في مجموعة برضو طبعا كبيرة مختلفة. أنا أحب طبعا أوجه التحية الكبيرة للنجمة لبلبة، لأن هي
من النجمات هي وانعام سالوسة الحقيقه. صحيح. بيدعموا كمان الشباب ليهم. بيدعموا الشباب بشكل كبير وعندهم القدره على استيعاب الافكار الشبابيه الجديده وان هم يبقى في مرونه في التعامل معاهم وتحس ان هي يمكن اصغر منهم سنا يعني. فطبعا عصابه الماكس برضو اعتقد من الاعمال اللي هتحقق نجاح كبير جدا على مستوى شباك التذاكر لان التوليفه كبيره. احنا بنشوف روبي في التريلر بتعمل اكشن. صحيح. وروبي ليها جمهور كبير وبتشارك باغنيه وذكاء برضو يعني لبلبه كمان موجوده في الفيلم في ذكاء يعني ان هو يقدر يعني ايه يغازل الجمهور باكتر من حاجه. صحيح. وده اللي المفروض يحصل ان الاجيال القديمه تبدا تتعاون مع الاجيال الجديده لان احنا شفنا ده نجح بشكل كبير سواء الله يرحمه استاذ حسن حسني او حاليا استاذ لطفي لبيب في اعماله كتير. تواصل الاجيال ده بيدي قيمه كبيره للعمل. صحيح. النجم كمان اللي ليه خبره بيبقى له بريق كده. صحيح. على الشاشة. طيب نروح. أنا عجبني فيلم يعني فيلم مثلا حكاية توكسيك جوازة توكسيك. جوازة توكسيك لأنه الحياة الزوجية فيها مشاكل كتير. فبرضه هو بيلعب على فكرة أنه العلاقات الزوجية اللي بيبقى فيها مشاكل يعني علاقات اللي هي ما بتنتهيش دي وطرف خلافات يعني من الذكاء ان احنا السينما ما تبقاش منقطعه عن المجتمع. احنا الفتره الاخيره بدات تظهر مشاكل كتير جدا ما بين الراجل والست نتيجه احيانا تربيه خطا احيانا ان الراجل بيبقى فاهم دوره بشكل مغلوط او الست فاهمه دورها بشكل مغلوط. فلما بيبقى في اعمال زي جوازه توكسيك او حتى من قبل ماما حامل كان برضو مدام ليلى علوي واستاذ بيومي فؤاد اعتقد ان هو شبه امتداد للعلاقات ما بين الراجل ومراته وكمان ولاده والمشاكل ومن الذكاء أحسن. مثلا احنا شفنا مثلا مدام ليلى كانت ام الحمد المرغني في صحيح. في ماما حامل. صحيح. فهي كمان دلوقتي عندها القدره ان هي تستوعب اعمال ممكن تكون ما كانتش مناسبه ليها قبل كده وان هي تشوف افكار جديده وادوار مختلفه. صحيح. عليها. فده مهم جدا الفنان هو يحاول طول الوقت يغير من جلده وطول الوقت يحاول ان هو يخدم المجتمع من خلال فنه. اكيد. لعب عيال بقى محمد عادل امام متعود خلاص ان هو يبقى موجود في سينما العيد. صحيح. انت شايف فيلم لعب عيال بقى مكانه فين في الاعمال اللي احنا بنتكلم عليها؟ في مشاهد اهي موجود لعب مع العيال. هو طبعا محمد امام يعني ليه شعبيه كبيره جدا في السن اللي هو بيدرس له في المدرسه ده. أيوة. وفي السن الاكبر طبعا وهو برضو عنده ذكاء كبير في الاختيارات اتطور بشكل كبير. بالك الافلام دي كمان بتشد الاسر اللي عندها اطفال. بالظبط. بيبقوا الطفل ساعات بيبقى هو سبب دخول الاسره الفيلم. سبب دخول 10 انفار للفيلم. هو اللي هو هنقدر ناخد ولادنا معانا. صحيح. هنروح كلنا الفيلم ده بيبقى سبب كبير. صحيح. هو كمان محمد صراحه عنده ذكاء كبير في الاختيارات وبيجرب وبعدين معاه مخرج كبير اعتقد ان هو يعني هيبقى العمل لافت للانظار بشكل كبير وهيحقق برضو ايرادات لان هو من نوعيه الافلام الجاذبه لشرائح اكبر من الجمهور سواء بوجود فكره ليها علاقه بالاطفال او حتى بشعبيه محمد امام وباسم سمره وغيرهم من النجوم المشاركين في الفيلم. طب ما تعالى ما نبقاش طيبين قوي نعمل بورصه كده مع بعض يعني كم الاعمال دي وكم النجوم اللي موجودين خلينا نقول كده مين يعني ندي توقعات. أنا أعتقد إن هو ولاد رزق هيكون هو رقم واحد. رقم واحد. رقم واحد. ده مسؤول عن توقعاته. أكيد يعني إن شاء الله يعني تطلع إن شاء الله. كويسة. هو في الآخر النجاح أو أنا في رزق هيكون رقم هيكون واحد. عشان الأكشن كمان ولا؟ عشان أكتر من سبب الحقيقة زي ما قلت لحضرتك فكرة وجود عدد كبير جدا من النجوم فكرة وجود أغاني شعبية لمطربين ليهم قاعدة جماهيرية طب كبيرة. طب يعني رقم واحد بنجومه ولا ممكن نجوم من الأعمال التانية يعملوا بورصة برضه مختلف؟ شوف يعني اعتقد طبيعه مثلا اهل الكهف مش هتخليه في الصداره لكن ممكن مع الوقت ياخد ارقام كبيره. وبعدين اهميه فيلم زي اهل الكهف مش بس يعني انا بحس ان هو شباك التذاكر احيانا بيبقى ظالم لان هو دايما بيبقى طبعًا. مرتبط بظروف توزيع طبعًا. وفي نفس الوقت ظروف مش لازم يعني مش لازم اروح كل الافلام تبقى في افلام بتعيش العمر كله. صحيح. وتفضل تتفرج عليها وتقول ايه المتعه الحلوه. صح. دي يعني. وكل مره تقريها قرايه مختلفه. صحيح. فانت حاطط اولاد رزق. اولاد رزق اعتقد محمد امام محمد امام واحمد فهمي الاثنين هيتنافسوا مين بشكل مين كبير. هيسبق مين يعني برضو اعتقد برضو ممكن احمد فهمي وروبي يكسبوا شويه ولكن هيتنافسوا وكمان قدامهم فرص كبيره في العرض في الدول العربيه لان احنا
السينما المصريه دي حاجه كويسه برضو. خلينا نقول نتكلم عليها انه احنا مش بس بنذيع افلام العيد احنا لوحدينا، لكن كمان انتشار السينما والناس برضو بتبقى متعطشه تروح السينما في الدول العربيه دي برضو بقت حاله طبعا حلوه. طبعا كمان دخول السعوديه كجمهور ده فارق بشكل كبير، لان هم متعطشين جدا للسينما وهم محبين السينما المصريه ومتربين عليها، فبالتالي بيستنوا كل عمل او اغلب الاعمال اللي بتقدم. طب وهنا هسالك سؤال، هل في فيلم ممكن يبقى ناجح في مصر جدا وفيلم تاني مش عايزه اقول مين ناجح سابق اكتر في ايرادات اعلى يعني في الدول العربيه؟ وارد وارد طبعا، لان مثلا في الدول يعني العربيه اكيد اولاد رزق هيبقى عندهم نمره واحد طبعا عشان تصور هناك مشاهد. يمكن اولاد رزق عشان وده ذكاء برضه يعني لازم نبص له، ان هو فكره ان انت بتخاطب الشريحه اللي موجوده في السعوديه او الجمهور الموجود في السعوديه من خلال انت بتصور عنده، فده برضه شيء كويس. فكره معادله حلوه، فيلم مصري وتصور في السعوديه حاجه لطيفه برضه. هو جزء يعني ما هوش جزء كبير متصور في السعوديه، ولكن في مشاهد في احيانا كتير اعمال بتنجح في مصر وما بتنجحش بره، واحيانا اكتر بتنجح بره وما بتنجحش في مصر. يمكن مثلا بيومي فؤاد ليه شعبيه جارفه في السعوديه وفي الدول العربيه، فبيبقى عليه اقبال كبير بره. احنا ممكن بيبقى عندنا تشبع شويه من الاعمال، فبنشوف بندور على اعمال تانية ممكن تبقى مين نجمه مختلفة. العيد نجمه العيد في الافلام دي اعتقد هتكون روبي. روبي 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 مين مخرج العيد؟ دي اسئله صعبه جدا. مين ممكن يبقى مخرج العيد؟ بس اعتقد طارق العريان، لان هو باذل مجهود كبير مختلف يعني مجهود كبير مختلف يعني مع قائمه كبيره جدا من النجوم، مشاهد تصويرها صعب في ظروف صعبه واكشن مختلف وجديد، فاعتقد ممكن هو يبقى فعلا اهل الكهف. هتحسب التجربه دي لايمن بهجت قمر كشاعر عنده جمل حلوه انه يبقى موجود هو صاحب السيناريو لفيلم اهل الكهف؟ هتحسب له طبعا، لان في جراه في الطرح زي ما قلنا في الاول ان هي مغامره محسوبه، ولكن ممكن يتخوف منها كتير من الناس ان هم يقبلوا عليها او يقدموها. وهو الحقيقه مش مشوار كبير جدا مع الفيلم لحد ما وصل ان هو صحيح. يبقى موجود على شاشه هو حتى محتفي بيه على صفحته على السوشيال ميديا بشكل كبير كتير، والناس كلها الحقيقه بتبارك له من دلوقتي. احلى برومو شفته لغايه دلوقتي، احلى اعلان للفيلم على فكره اهل الكهف؟ حلوه برضه طبعا، حلوه قوي يعني. انا شفته وانا بتفرج على السرب. سرب من الافلام اللي مكمله على فكره، مكمله لانه برضو السنه دي الحقيقه في افلام حلوه، بس كنت يعني شدني اهل الكهف قوي عشان كمان حتى مضمونه مختلف، وفكره ان احنا لازم طول الوقت نوعي ان هو يا جماعه الدين والسياسه ما ينفعوش يبقوا بالشكل ده، او ان هو يفضح تجار الدين، ده لازم يفضل فيه تاكيد. بس ده رايي انا. قول لي انت بقى يعني انت شايف مين احلى برومو، لانه برضو التنويه والبرومو بتاع الفيلم بيشد الناس. يعني احلى برومو مغاير اهل الكهف، احلى برومو كوميدي يتساوى محمد امام واحمد فهمي. يمكن ولاد الرزق في منطقه مختلفه تانية، فهو يعني هيتصدر قائمه الاكشن. محتوى هيبقى جديد في العيد؟ محتوى جديد، لان المنافسه شديده، ويمكن اللي هيتفرج على الافلام هيعرف انا قصدي ايه، لان كل فيلم فيهم فيه تويست كده يعني. مهم ان انت تبقي خارجه من الفيلم مش حاسه ان انت متحوك عليكي، لا انا دافع تذكره فانا طالع مبسوط. فده مهم. المشاهد اللي شفناها كمان كلها عايزه اقول التقنيه بقت عاليه جدا، تصوير الاماكن، السينما بقت بتروح اماكن كتير مختلفه يعني. شوفي ده فرق بشكل كبير في اخر مثلا 10 سنين، ان احنا بقى عندنا وعي من المنتجين والمخرجين ان هم يتفرجوا على الاعمال اللي موجوده حوالينا في العالم مش بس في المنطقه العربيه. علشان كده هتلاقي في مخرجين بيقدموا اعمال حتى الدراميه بشكل سينمائي، فتبقي انت قاعده مستمتعه بالمسلسل حتى لو بتشوفيه على منصه، لا في كواليتي عالي، في اهتمام بالموسيقى التصويريه، في اهتمام بالاضاءه بالملابس، يعني بيدي غنى بشكل كبير على مستوى الصوره، وده يعني السينما لغه صوره بالاساس. احلى اسم فيلم فيهم؟ ما في اسماء مرتبطه، مثلا اهل الكهف مرتبط بالروايه صحيح، لكن يعني كفيلم سينمائي يشد كعنوان يعني اللعب مع العيال، اعتقد اللعب ان مع هو العيال. يعني شقي ايوه يعني. شقي
يعني عامل شقاوه، عامل شقاوه، ودايما الكوميديا اللي مرتبطه بالاطفال بيبقى فيها نوع من انواع التزاجة كده، لان هم انت المخرج بيديرهم داخل اللوكيشن بشكل او باخر بشكل احترافي، ولكن بتلاقي في تلقائيه وبراءه بتظهر على الشاشه يعني بدون شديد. حزبه يعني اكتر فيلم عامل انتشار على السوشيال ميديا ايه؟ ولاد رزق، لان هم اذكياء جدا في فكره التسويق الـ على السوشيال ميديا، لان ده على فكره بقى جزء كبير من الصناعه. وده اللي لازم يستوعبه المنتجين، ان هو جزء مهم جدا للترويج للفيلم، عشان كده كمان بيساعد ده عدد النجوم اللي موجودين. اكيد ان طول الوقت يبقى فيه تنويهات وطول الوقت يبقى فيه تشويق للجمهور. كده احنا وضحنا الصوره، يعني عرضنا خريطه، يتبقى بقى مصروف العيد والناس تروح تتبسط في السينما. بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب. ناقد الفني علي الكشوتي، ناقد الفني علي الكشوتي، بشكرك شكرا جزيلا. كشوتي دي انا اصلي مختلفه يعني، يونيك كده، مش شبهها فيلم يعني زي الافلام كده. بشكرك شكرا، كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه. اشكرك. ده كان التاسعه اليوم الحقيقه، كل سنه وانتم طيبين. هنلتقي الحقيقه الخميس الجاي، تكون انتهت أيام العيد لكن هنكون لسه في الأجازة إن شاء الله. أشوفكم على كل خير بكرة الجمعة، التاسعة هتكون معاكم، ويوم السبت هتبقى وقفة عرفات والحد أول أيام عيد الأضحى. أنا حكت يعني عايز أختم زي ما بدأت، أختم بالروحانيات الحلوة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.